بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب فقه الخلاف بين المسلمين لفضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وكنا في المرة الأخيرة وقفنا عند قوله أسباب الاختلاف المذموم، أسباب الاختلاف المذموم، وربطا بما تقدم أو وصلا بما تقدم، فإن الاختلاف المذموم هو النوع الثاني من أنواع اختلاف التضاد، هو النوع الثاني من أنواع الاختلاف التضاد. فإن اختلاف التضاد نوعان، نوع مقبول ونوع مردود. فأما النوع المقبول فهو الذي يسميه العلماء بالخلاف السائغ المعتبر، فهذا النوع من اختلاف التضاد هو النوع المقبول والذي يسع فيه الاجتهاد ويسع فيه الناس أن ينظر، من العلماء يعني أن ينظر في المسألة ويرى فيها ويجتهد. أما النوع الثاني وهو الذي عليه الكلام هنا وهو النوع المردود، وهو الذي يسميه العلماء بالخلاف غير السائغ، الخلاف غير السائغ، الخلاف غير المعتبر. فهذا الخلاف مردود غير معتبر غير سائغ. وهذا الخلاف كما تقدم جاء الدليل في الشرع على ذمه وعلى رده، فكل دليل في الكتاب أو في السنة أو في كلام السلف رحمهم الله تعالى أو من كلام العلماء في كل زمان على نوع من الخلاف بالذم، فاعلم أن المقصود به هو هذا النوع، وهو الغير معتبر، الخلاف الغير معتبر، الخلاف غير سائغ، الخلاف الغير السائغ. ولذلك كما نكرر في كل مرة وكما ننبه في كل مرة إلى أن الخلاف السائغ المعتبر يسع فيه الكلام ولا يكون معه العداوات، ولا تكون معه العداوات والخصومات والنزاعات، طالما أن الشرع أجاز الاجتهاد فيه والنظر فيه. ولذا فإنه إذا اختلف الناس في هذا النوع لا يبغي أو لا يجوز أن يبغي بعضهم على بعض. أما النوع الثاني هذا الذي نتكلم عنه في هذه المرة وفي المرتين السابقتين، فهذا النوع يجب فيه الإنكار على من أتى به، بل ولو وصل الأمر إلى النزاع ويصل الأمر إلى ربما الاقتتال، وصل يعني لو كان الخلاف في مسألة من هذا النوع مما يباح بها القتال، كمثلا كمن يقول إن الصلاة ليست فرض ولا واجب ويمتنع عن ذلك، ولا سيما إذا كانت جماعة من الناس وطائفة من الناس، هؤلاء يجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم. أو قالوا الزكاة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وحده وليست لأحد بعده، ولو تأولوا حتى بنص شرعي وقالوا خذ من أموالهم صدقة هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ينكر عليهم ويهددون، وإن لم يمتنعوا قاتلهم الإمام. وهكذا هذا نوع من الخلاف،
لكنه خلاف غير مقبول غير سائغ، خلاف يجب فيه الإنكار، يجب فيه الإنكار وتحصل معه العداوات، نعم بل تجب المفاصلة في مثل هذا النوع. لماذا؟ لأن إقرار هذا إقرار ليه باطل، إقرار هذا إقرار ليه باطل. أما النوع الأول فكما نكرر فالأمر فيه واسع. نعم. قال أسباب الاختلاف المذموم. طيب هو في المرة السابقة احنا تكلمنا عن الأدلة على ذم هذا النوع من الخلاف، اليوم بنتكلم عن أسباب هذا الاختلاف المذموم. يعني ما الذي أوجد هذا النوع من الخلاف في الأمة الإسلامية؟ ما الذي أوجد هذا النوع المذموم في الأمة الإسلامية؟ على سبيل المثال مثلا ما الذي كان السبب في وجود الشيعة مثلا في الأمة الإسلامية؟ ما هو السبب في وجود الجهمية؟ ما هو السبب في وجود الخوارج؟ ما هو السبب في وجود أصحاب البدع ونحو ذلك؟ هذه أسباب يأتي الحديث عليها، وهي في الجملة أربعة أسباب. أول هذه الأسباب وفي الحقيقة يعني فائدة بين يدي الكلام للإخوة الخطباء، هذا المبحث يصلح أن يكون خطبة جيدة جدا، لكن تتناول بطريقة وعظية، تتناول بطريقة وعظية أسباب وجود الخلاف المذموم بين الناس. وأنتم ترون الآن في الأسرة الواحدة تجد الناس الآن ربما يختلفون ويحصل العداوة الشديدة بينهم في الخلاف، بل وصل الأمر أن يطلق الرجل زوجته كما تسمعون في هذه الأيام إذا اختلفت الآراء، بل وصل الأمر أن يخرج من ينتسب إلى العلم، وهو في الحقيقة تزييف يعني ليس صحيح أنه ينتسب إلى العلم، من يقول أنه يجوز للزوج أن هو يطلق الزوجة الإخوانية لعلة الإخوانية مثلا. فهذا الشذوذ نتيجة الاختلاف هذا في الحقيقة لو نظرت إلى هذه الأسباب لوجدت لكل صاحب حال في هذه الأحوال نصيب. اللي يقف مثلا على يعني يقف على منصة رابعة العدوية ويقول فلان الفلاني المنافق، فلان الفلاني الكذا، ويسب مثلا غيره من أهل العلم في أمر هو من جنس الخلاف الإيش السائغ، إن لم يكن هو نفسه هو المخطئ، فهذا في الحقيقة له نصيب من هذه الأسباب الأربعة، له نصيب من هذه الأسباب الأربعة وتأملها. قال أسباب الاختلاف المذموم: واحد، البغي والتنافس على الدنيا ورئاستها. هذا من أعظم الأسباب في وجود الخلاف المذموم، هذا النوع من الخلاف هذا. قال: من أعظم أسباب الاختلاف المذموم البغي والاستطالة على المسلمين والمؤمنين. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. حط تحتها خط والله بغيا بينهم، بعد ما ظهر له الحق يخالفه بغيا، ظلما، ظلما لهوى ولشيء يريده وهو الرياسة، المكانة الدنيوية، انتصار للرأي ونحو ذلك. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال: والذي يؤدي إلى البغي الكبر المنافي للتواضع والتنافس على الرئاسة والوجاهة وسائر شهوات الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولذلك عدم التواضع يؤدي إلى البغي. أنا أريد أن أكون رأس ولا أريد أن أكون تحتك، فهذا يجعلني ماذا أفعل؟
أبغي عليك، لأن أنا لازم أكون راس دايما، ومش هقبل أكون أنا رأيك أنت هو الرأي الذي يكون، وأنا لابد أن أكون رأيي أنا في العلو، وعليه يحصل البغي. نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم، فإن التنافس في الدنيا وعلى رياستها وواجهتها من أعظم أسباب هلاك من هلك. وتأمل في التاريخ كيف كان قتل عثمان رضي الله عنه ظلما وبغيا ومنافسة ممن قتلوه على رياسة أرادوها وليسوا لها أهلا، لأنه كانوا الثوار دول أصلهم كانوا يجدون على عثمان، لأنه كما زعموا يعين قرابته مجاملة، وهم كانوا يريدون هذه الإش الرياسة، كانوا يريدون هذه الرياسة، ولا بأس أن يعين الرجل قرابته إن كانوا من أهل الإش الكفاءة، كانوا من أهل الكفاءة. المصيبة أن أعين من هم من عشيرتي وقرابتي وهم ليسوا إيش كفاءة. لا مانع أن أعين قرابتي وعشيرتي ومن هم تابعين لي في المنهج والفكر، لا مانع، لكن أن يكونوا على كفاءة. نعم. قال: وما جره ذلك على الأمة من الفتنة التي لم تصب الذين ظلموا خاصة، بل عمت الصالحين وغيرهم. الفتنة اللي حصلت في زمن عثمان والتي الأمة إلى يومنا هذا تعيش آثارها، عمت الكل، عمت الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا بل تعم، وهذا الذي حدث. نعم. قال: وتعطلت الفتوحات مدة بسبب ما حدث من قتال وفتن. في زمن عثمان أكبر فتوحات حصلت للأمة الإسلامية، في زمن عثمان بن عفان أكبر فتوحات حصلت للأمة الإسلامية، وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يفتح مصر واحد من الأمصار. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه انشغل بمعالجة الفتن، الدولة الإسلامية كلها اضطربت من أولها إلى آخرها 5 سنوات، وهو يعيش ليله ونهاره يصلح في الأمصار والفتن الموجودة فيها، حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. قال: وتعطلت الفتوحات مدة بسبب ما حدث من قتال وفتن، وذلك بسبب أهل الدنيا الذين أشعلوا نار الحرب بين الفريقين، وكلاهما يحاول إطفاءها فقدر الله وما شاء فعل. الفريقين فريقين طيبين صالحين، لكن أهل الدنيا أفسدوا الدنيا وأفسدوا الدين كذلك. أهل الدنيا يطلبون كراسي، عايزين كراسي، فجاءوا ثائرين على عثمان، لأنهم ظنوا أن عثمان يعطي الكراسي لقرابته ولا يعطيهم، فأفسدوا الحياة كلها وجعلوا الفتنة حتى بين الصالحين. اجتهد بقى الصالحون، بعضهم يقول: لا، لابد من القصاص، ولابد من حق الدم. والبعض الآخر كما هو رأي علي رضي الله عنه جعل يقول: كيف نقتص وليس عندنا بينات على الأشخاص بأعيانهم، ثم كيف نقتص والدولة الإسلامية مضطربة، الثورات فيها لا تتوقف، ولو أننا قتلنا قتلة عثمان ولو بحثنا عنهم وأتينا بهم لثارت الدولة الإسلامية أكثر وأكثر، والأمصار ستضطرب أكثر وأكثر، فإن لهؤلاء أتباع في كل مكان. وده كان اجتهاد علي رضي الله عنه، واجتهد معاوية ومن معه على أن لا بد من القصاص. كلاهما
صالحا. لكن من الذي أشعل النار من البداية؟ طلاب الكراسي الذين أرادوا الكرسي للأسف، ولذلك أشعلوا نار الفتنة في الدولة الإسلامية كلها. وتأمل كذلك حال المسلمين قبل سقوط بغداد في أيدي التتار، ذلك السقوط التاريخي الذي ما سمع في التاريخ بمذبحة مثله، فإنه قتل فيه مع الخليفة وحاشيته على أقل التقديرات 800,000، وقيل 1,800، يعني 1,800,000. وتأمل في حال المسلمين في هذه الفترة، فما حركوا ساكنا، ظل كل أمير وملك مشغولا بملكه، مشغول كل واحد عنده الدولة بتاعته والمملكة بتاعته، والدول الدولة الإسلامية تفتتت إلى دويلات، وكل واحد خلاص ما لوش دعوة بالتاني، ده مش عارف دولة ايه وده دولة ايه وده دولة ايه، مع انهم كانوا كلهم تحت خليفة واحد، لكنهم لما كانوا يطلبون الدنيا والرئاسة والكرسي ما اهتموا بأمر المسلمين، كل واحد في مكانه، قال انا الكرسي بتاعي الحمد لله قاعد، ما راحش خليني قاعد بقى محافظ عليه، فما بقي لواحد منهم كرسيه ولا منصبه. نعم. قال حتى الخليفة نفسه كما يذكر ابن كثير أنه بينما كانت جارية ترقص بين يدي الخليفة إذ أصابها سهم فقتلها. الجيوش وصلت على أطراف القصر وده بيعمل إيه؟ بيرقص. ولذلك هؤلاء لا يستحقون النصر ولا يستحقون الإعانة. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، التتار على أبواب بغداد والملوك مشغولون بدنياهم ورقص الجواري بين أيديهم حتى دخلت عليهم البلاد فقتلوا شر قتله. ولذلك هيقتتل الناس على الدنيا ويقتتلوا على المناصب والكراسي وهتكون الفتنة، بل وربما ما هو فوق الفتنة إن يأتي العدو الذي يستبيحهم. خلصوا على بعض انتوا وبعد كده انا هخش اعمل ايه؟ العدو هيخش يعمل ايه؟ ياخد على الجاهز، يقطع العراق، يقطع فلسطين، يقطع سوريا، يقطع لبنان، يقطع السودان، يقطع 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 لغاية ما، وخليكوا تعرقوا على الكراسي، ولا واحد هياخد كرسي، والعدو هو اللي يجي في الاخر هياخد كل حاجة. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد نصح الخليفة وزراء السوء بالخروج إلى هولاكو بالهدايا والتحف، فقبل صاغرا فأهين أعظم إهانة حتى قتل رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين والمسلمات. حطوه في شوال، الخليفة بتاع المسلمين ده حطوه في شوال وقتلوه بعد ذلك ركلا بالأقدام وضربا وكذا وقتلوه. نعم. قال وكذلك من تأمل أحوال ملوك الطوائف في الأندلس قبل سقوطها الذريع في أيدي الفرنجة وما فعلوه بأهلها من الظلم والقتل وانتهاك كل الحرمات وأعظمها فتنتهم عن دينهم، رأى كيف كانت الصراعات بينهم وموالاة النصارى على بعضهم بعض من أعظم أسباب الانهيار. الأندلس مثال آخر على التنافس على الدنيا، قعدوا يتنافسوا في الأندلس على الكراسي، وبقت طوائف، بقت الأول ممالك وبعدين طوائف صغيرة، وانقطعت الأوصال بين المسلمين واستغلها الكفار ودخلوا بينهم، ثم والى المسلمون في الأندلس النصارى والوهم على بعضهم، بقوا يعادوا بعضهم على بعض ويوالوا النصارى حتى قتلهم النصارى وأنهوا وجود المسلمين في الأندلس بعدما كانت مملكة من ممالك الإسلام. بسبب ماذا؟ التنافس على الدنيا والرياسة والكراسي، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالتنافس على الدنيا سبب البغي، والبغي سبب الاختلاف والفرقة،
وهي سبب الضعف وذهاب الريح وتسلط الأعداء. ولا علاج لذلك إلا بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى والتنافس على الآخرة كما أمرنا الله، فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني أعمال الآخرة. قال: وقال ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس على الآخرة لا يجلب حسدا ولا حقدا ولا ضغائن ولا بغيا، وإنما يثمر حبا صادقا وتآلفا وإخاء ووحدة في الصف وقوة على الأعداء. لو في تنافس على أمور الآخرة مش ممكن تجد اللي بيتنافسوا على الآخرة يحصل بينهم مش نزاع على أي أمر دنيوي، مش ممكن. لكن مع التنبيه إن ممكن البعض يقول لك: آه، يبقى كل المتنافسين الآن أو المتنازعين الآن كلهم بتوع دنيا. هذا وارد، وارد جدا إن كل الناس يكونوا بتوع دنيا. وفي ذات الوقت أيضا لا يمنع أن يكون منهم من هو يطلب الآخرة وبغى عليه إخوانه، وبغى عليه إخوانه، هو بيطلب الآخرة، ذنب أنه هو بيطلب الآخرة وبغى عليه غيره. فنقوم نقول للكل يطلب الدنيا، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك. والحقيقة أن كثيرا مما يجري بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة من اختلافات مريرة على المناهج والأفكار والأولويات والأعمال سببه البغي وحب الرياسة وكثرة الأتباع، وإلا لما أثمرت هذه الثمار المرة في التعاملات التي تجري بين هذه الاتجاهات وأفرادها. كتاب ده متألف من سنين، خلي بالكم، وهتيجي جمل معانا دلوقتي دفاعا عن المصنف من باب يعني ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إنها مش مواقف جديدة لسه ولا حاجة زي ما يحاول البعض إن هو يرميه بها إن دي مواقف تغيرت، أبدا. أهو ده كتاب مؤلف من سنوات والمواقف هي نفس المواقف. ومن أعظم أسباب العلاج وأهمها أن نعلم حرمة المسلم وحرمة البغي والاستطالة عليه أيا من كان ما دام قد بقي فيه. ها، حطوا حواليها بقى دايرة. الكلام ده متقال من سنين، مش لسه احنا قايلينه بعد الايش، بعد الاحداث، لا، ده متألف من ايه، من سنين. قال: ما دام قد بقي في دائرة الاسلام هفضل عامله مسلم حتى ولو ظالم وباغي، مسلم، مش هتطرق الى التكفير ولا هوصفه بالتكفير بالكفر ولا هوصف كل من يخالفني في الرأي بانه هو حتى وان ظلمني بانه كافر وانه يقتل وانه كذا وكذا ونحو ذلك. قال: ولم يخرج منها الى الكفر، ونتعامل بشرع الله مع من عاملنا به ومع من لم يعاملنا. هذا كلام انا في الحقيقة بقف عليه انصافا، انصافا من باب ان احنا نعطي كل انسان حقه. هذا الرجل صاحب هذا الكتاب يشتم ويسب من أشخاص ينسبون إلى العلم، وأن هذا الكلام كلام جديد، هو كان الأول بيكفر وكذا ونحو ذلك، أو ده كلام أو قديم. أو لا عمرنا قلنا الشرطة كفر، ولا عمرنا قلنا الجيش كافر، ولا دخلنا في هذه الدائرة أصلا، بل نقول حتى في كل من ظلمنا طالما أنه في دائرة الإسلام فإننا نعامله بالإسلام حتى وإن لم يعاملنا هو بالإسلام. لكن إن مجرد نختلف معه إذن هو ليس معنا، إذن هو علينا، بل علينا هذه دائرة جديدة بقى، علينا هذه مرتد منافق كافر ونحو ذلك. والحذر واجب في تناول أحوال المخالفين من الوقوع في الغيبة باسم النصيحة ومن تلمس العثرات والفرح بالسقطات تحت شعار بيان الحق،
ومن خديعة الشيطان بالتنافس على المنازل والرياسات الدنيوية تحت شعار الحرص على إمامة المتقين. ما احنا عايزين الكرسي ليه؟ يقول لك لا، احنا عايزين الكرسي نقعد عليه عشان واجعلنا للمتقين إمامة ونحو ذلك. والله إن النصيحة للمسلمين واجبة، وكشف الباطل وبيان الحق واجب، والحرص على إمامة المتقين من صفات عباد الرحمن، وإن لم تكن بالضرورة على طريق الرياسة عليهم. فكم من إمام للمتقين وهو في زمرة المغمورين الخاملين؟ هو شرط إمام المتقين يبقى قاعد على الكرسي؟ يبقى ماسك وزارة؟ كم من إمام للدنيا وهو خامل بعيد عن الرياسات وبعيد وبعيد؟ وهذا كان حال أكثر أئمة علماء الأمة، كانوا خاملين بعيدين. كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى ممن يتشدد في هذه المسألة، وإن كان عليها تحفظ يعني رأيه يعني، لكن انظر إلى شدة الخوف من هذه المسائل. كان يقول إذا رأيتم الرجل يدخل بيت السلاطين فاتهموه في دينه، ما بيقربش جنب بيوت السلاطين ولا يتعامل معهم ولا عايز حتى يبقى موجود معهم في أي كلام مثلا. فهل هذا لم يكن إماما؟ سفيان معدود من الأئمة السبعة المشاهير. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث يعني الهيئة، بحيث أنه يراه الناس يزدرونه، فقير يعني ونحو ذلك، قليل الهيئة ونحو ذلك، فيزهدونه ويزدرونه، لكنه عند الله عظيم. نعم. ولكن المشكلة الحقيقية في النية والإخلاص والزهد الحقيقي في الدنيا وترك البغي والاستعلاء. من الأخطاء الخطيرة جدا التي أخذها بعض الاتجاهات الإسلامية من كلام الأستاذ سيد قطب، كلامه في مسألة الاستعلاء بالإيمان. فكان الأول الاستعلاء بالإيمان على الكفار في كلام الأستاذ سيد قطب، وبعد مرحلة كده من كلامه بقى الاستعلاء على طبقة المجتمع الجاهلة. والاستعلاء ده نشأ عنده عند البعض مسألة التكفير. مسألة التكفير استعلاء بالإيمان، تبدأ هكذا: دول جهال، دول على جاهلية، دول كذا دول كذا. ثم بعد ذلك عند النزاع واشتداد النزاع يوصف هؤلاء بالكفر. اثنين، أي من أسباب الخلاف المذموم. قال: الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. من أسباب وجود الخلاف المذموم ده هذا السبب، الجهل ونقص العلم وظهور البدع واختلاف المناهج. أنا قبل ما أشرحها تفصيلا هدي لكم مثال واقعي إن كلنا عايشينه. وأقصد بهذا المثال الغالب، ولا أقصد التعميم بحيث يكون شامل كل من يعني على هذا الموقف، إنما أقصد الغالب. غالب إخواننا الذين من أبناء الدعوة السلفية خصوصا، الذين خالفوا مواقف الدعوة الأخيرة، غالب هؤلاء لم يدرسوا شيئا. وانظر انت في مسجدك، انظر في جيرانك، انظر في اصحابك في العمل، انظر في كل من يدعي انه من ابناء التيار السلفي وخصوصا الدعوة السلفية ثم خالف بعد ذلك، انظر في حاله. غالب، انا لا اقول الكل، لكن اقول الغالب، انه اصلا لم يدرس لا علوم شرعية، ولو درس بعض العلوم الشرعية البسيطة لم يدرس العلوم المتعلقة به، المسائل العقائدية التي نسميها به المنهج الفكري ونحو ذلك. ولذلك تكلمه انت تقول له قال الله قال رسول الله يقول لك الدم، تقول له الحديبية يقول لك القصاص، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لك الظلم. من مصدره في هذا الكلام؟ هذه الكتب ما هو مصدره؟
العاطفة التي تأخذ من الفيسبوك وقناة الجزيرة. هي دي المراجع، هي دي المصادر. ولذلك هذا من سبب وجود الخلاف المذموم. لكن لو أن الإنسان عنده علم شرعي ويريد الحق فيبحث المسألة، خلاص عندما يجد الدليل ماذا سيفعل؟ سيرجع. وأنا والله أشهد لكثير من الإخوة بذلك، كانوا لهم موقف مخالف لكنهم لما بدأوا يسمعوا ويأخذ ويسمع، مش معرض ما بيسمعش غير لجهة واحدة، لما بدأ يسمع بدأ يقول بالفعل أنا كنت فعلا خطأ وكنت على خطأ. لماذا؟ لأنه علم، إنما قبل ذلك لم يكن يعلم. ولذلك هذه كارثة ومصيبة كبيرة جدا تسبب هذا النوع من الإيش؟ من الاختلاف المذموم. نعم. بعضهم كان يعني وأنا أكلمه أقول له ما رأيك في فعل سيدنا الخضر مع نبي الله موسى عليه السلام لما كسر المركب؟ عارف القصة؟ قال لي أعرف. قلت له عارف نهايتها؟ قال لي أعرف نهايتها. قلت له طيب موقف الخضر ده خير ولا شر؟ يقول لي المهم بس يعني انت عايز توصل ليه؟ أقول له طيب موقف الخضر ده ماذا يستفاد منه مع موسى عليه السلام؟ يقول لي المهم يعني انت عايز تقنعني انه الدم ده نسيبه؟ انت عايز تقنعني الظلم نسكت له؟ طب ما تكلمني بالشرع، كلمني بالكتاب والسنة. هو الخضر مش كسر المركب؟ مش طلع لوح منها وخرقها؟ مش ده يعرض المركب للغرق؟ لكن حقيقة فعل الخضر كانت هي نجاة الإيش؟ نجاة المركب. وسيدنا موسى عليه السلام النبي الكريم، لأنه ما كانش عارف المآل بتاع المسألة، استغرب. زيك انت يا راجل يا طيب، ما انت مستغرب، انتوا تسكتوا على الظلم؟ اه والله، ما انا لو ما سكتش، مش انا مش ساكت، لكن مش هفعل اللي انت عايز تفعله. لان انا لو فعلت اللي انت عايز تفعله ايه اللي هيحصل؟ هو عايز ياخد السفينة كلها، انا هعمل ايه؟ انا وانت لما نعمل كده هنديله السفينة. ما انا لما اقول ما انتش كاسر اللوح بتاع السفينة ايه اللي هيحصل؟ طب يلا يا اخوان تنطوا في البحر واخد انا السفينة، يلا ونطوا انتوا في البحر بقى اغرقوا. ويا فرحتهم بذلك. ولذلك يا اخواننا والله الواحد بيتألم ان اغلب اخواننا ان لم يكونوا كلهم عارفين انه ارخص دم في العالم وفي بلادنا احنا مصر وفي بلاد العالم كلها، ارخص دم هو دم المسلم في العالم، وأرخص دم داخل بلادنا الإسلامية دي هو دم الطار الإسلامي. انت لو الطار الإسلامي ده كله اتجمع الصبح وطلع راح وقف في رابع العدوي، لو نزل الطيران رشك وقلبوك كلك كده في مدافن، ولا حد هيبكي عليك، لا ولا حد، لا من شعبك ولا من خارج شعبك هيبكي عليك. وليس هذا احنا بنتهم الناس، لا، الناس خلاص هنعمل ايه؟ ولا حاجة، ما بيدناش حاجة. دول يا عم ايدهم جامدة قوي، ده خلصوا على ايه؟ على الطيار الاسلامي خلاص، ولا هتلاقي حد يتحرك. وامريكا والغرب هيعملوا ايه؟ ده هيقول لهم تسلم 60,000 ايادي، مش كده؟ ولكن ما زال لسه لغاية دلوقتي تلاقيه قاعد ممدد رجليه ويقول لك والدم والظلم المش عارف ايه ونحو ذلك. طيب الذي قال اليه الحال الان اللي قال اليه الحال، مش هو ده اللي احنا كنا بنقوله من اول الاحداث؟ دلوقتي انت قادر تعمل حاجة؟ مفيش، خلاص انتحار، حصل انتحار، انتحار كامل، خلاص انتهى. مصالحة مع مين؟ هو انت فين؟ انت مين؟ انت مش موجود اصلا، خلاص انت عملت ايه؟ انت انتحرت خلاص، مالكش وزن، مالكش وجود اصلا خلاص. الله المستعان. قال ومن اعظم اسباب الخلاف المذموم انتشار الجهل ونقص العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا
ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن العلم إذا اختفى، هذا يعني شاهد الحديث، إذا العلم اختفى من الناس أو ضعف في الناس ضل الناس، وكلما يختفي العلماء كلما يضل الناس أكثر. وعليه كلما الجهل ينتشر في الناس كلما الضلال يزداد والفتنة تزداد والخلاف والنزاع المذموم يزداد. ولقد كان أول شرك وقع على ظهر الأرض بسبب نقص العلم بموت العلماء، فبدأت البدع في الظهور، كما في البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أي ابن عباس: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فأنت ترى كيف كان نقص العلم سببا لظهور البدع العملية، أولا لا الاعتقادية، ثم لما زاد النقص بموت تلاميذ العلماء ظهرت البدع الكفرية الاعتقادية وظهر الشرك والعياذ بالله. تدرجه إن قوم نوح أول ما ظهر الشرك في الأرض كان بسبب موت العلماء، بسبب موت العلماء، إنه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا ناس صالحين علماء عندهم شيء من العلم ودايما بينصحوا الناس به، لما ماتوا الناس بدأوا يظهر فيهم الجهل، وبدأ الجهل بالتدرج، البدع تبقى بدع في جانب العبادات، يروحوا يصلوا في الحتة اللي هم كانوا بيعودوا فيها، يحط لهم صنم تذكاري، ثم بعد ذلك تطرق الأمر إلى العقائد فعبدوهم من دون الله عز وجل. وقد جعل الله الجهل صفة الكفار والمنافقين، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. جهلة، ولذلك صفة الكفار أنهم جهلة. قال وقال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه صفات الكفار والمنافقين، الجهل. نعم، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشركين في مكة ينادون أبا جهل، فكانوا ينادون عمرو بن هشام ويلقبونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أبو جهل. أبو الحكم مهما يكون هو عامل حكيم وستين حكيم، فالكفر والعياذ بالله أعظم وصف للجهل والعياذ بالله، ولذلك سماه أبا جهل، أبو الجهل كله، مهما كان يتظاهر أنه هو حكيم. ولذلك الجهل صفات المنافقين، صفات الكافرين والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقلة الفقه في الدين تؤدي إلى ظهور البدع والنفاق، وكفى بذلك سببا في ضياع الأمة وتمزقها. ولننظر في التاريخ لنرى كيف كان ظهور البدع والنفاق سببا لتسلط الأعداء. ولننظر في التاريخ لنرى كيف كان ظهور البدع والنفاق سببا لتسلط الأعداء. فقد كان سقوط بيت المقدس في يد الصليبيين بعد ظهور دولة الباطنية المسمى بالدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية اللي لازال كثير من المثقفين بيعتز بالتراث الفاطمي كما يقولون. هذه الدولة هي التي سلمت أكثر ممالك المسلمين للكفار، الدولة الشيعية العبيدية المسماة عند كثير من المصريين بالفاطمية،
وفاطمة رضي الله عنها منهم براء. قال: وتسلطها على كثير من بلاد المسلمين في مصر وإفريقيا والحجاز وأجزاء من الشام. ولم ترجع القدس للمسلمين إلا بعد زوال هذه الدولة الكافرة المنافقة على يد صلاح الدين مبعوثا من نور الدين زنكي رحمه الله تعالى. ونرى كيف كانت انتشار بدع الصوفية في الدولة العثمانية حتى حاربت دعوة التوحيد. هو من اللي قتل أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية وغيرهم؟ الدولة العثمانية. ما هو ده واحد من الدولة العثمانية، وده مش معناه ان احنا بنزم الدولة العثمانية عموما، انتبهوا، وإلا في التاريخ المزيف اللي بيدرسوه الأولاد في المدارس يحاولون تبغيض الخلافة الإسلامية إلى نفوس المسلمين من خلال إظهار المعايب والمسالب للخلافة العباسية خصوصا. نعم كان فيها هي والخلافة العثمانية والخلافة العباسية كان فيهم ما فيهم من الأخطاء والمثالب، لكن ليس هذا معناه أن الخلافة هي التي كانت السبب في ذلك كما يحاول هؤلاء أن يصوروا. أنا فاكر يعني من 30 إيه؟ الواحد كان في ابتدائي من حاجة وخمسة واربعين سنة ولا حاجة. أنا فاكر كان في دي مادة التاريخ تقريبا كانت سؤال أساسي، ده معروف لازم يجي في الامتحانات، أذكر مساوئ الدولة العثمانية، ده أساسي لازم العيال يحفظوه كلهم عشان عارفين أنه هيجي في الامتحان. وأول حاجة مش عارف الوالي، فساد الوالي ومش عارف إيه وحاجات كده كنا حافظينها، بحيث أن أنت يبغض إلى نفسك حاجة اسمها الخلافة الإسلامية، هو ده المقصود. قال: ونرى كيف كانت انتشار بدع الصوفية في الدولة العثمانية حتى حاربت دعوة التوحيد التي قادها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سببا في تسلط العدو الصليبي الأوروبي الحاقد المتربص على أكثر البلاد الإسلامية. وكان الجهل هو السمة الغالبة على المسلمين في ذلك الوقت، لأن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوة سلفية قامت تنكر الشرك والبدعيات التي انتشرت في ربوع بلاد المسلمين بسبب يعني انتهاج الدولة العثمانية لمنهج التصوف. ولذلك سبحان الله آثارها موجودة لسه. تجد أنت في تركيا لما بدأ الناس يرجعوا للإسلام في تركيا رجعوا للأسف على طريقة بتاعت الدولة العثمانية. يعني تجد في تركيا أن النقشبندية هي الطريقة الإيش التي لها يعني الحظوة الأكبر في من له يعني حظوة في الإسلاميين. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من أسباب تفرق الأمة، وأمر بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين. طيب برضو كده على الهامش، هل هذا معناه ذم يعني أردوغان؟ لا، بل ندعو الله له أن يوفقه وأن ينصره على يعني أعدائه العلمانيين في تركيا، وندعو الله له أن يوفقه إلى منهج أهل السنة والجماعة. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع كسبب من أسباب تفرق الأمة، وأمر بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين، فقال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال: تأمل كيف قال عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأدراس. نعم. فإن السنة سوف تحارب، ويحاول أهل البدع نزعها من المتمسكين بها، والواجب في علاج هذه الفرقة شدة التمسك بالسنة. الناس ربما وفي أيامنا هذه بعضهم إذا أراد أن يطرح حلا للم الشمل لأبناء التيار الإسلامي يعني يوم يتصور أنه الطرح الصحيح هو كل واحد يتنازل من عنده شوية
ونلم الشمل زي الرجل الطيب بتاع قناة الحافظ اللي كان كاتب لم الشمل وطول الليل 6 ساعات يعمل ايه هو؟ يقطع الشمل ويفرق الشمل، يجيب عاصم عبد الماجد يشتم اخوانه، ويجيب مش عارف مين يشتم في اخوانه، ويجيب مش عارف مين يشتم في اخوانه، وكاتب لك فوق اليافطة لم الشمل. انه لم ده. ولذلك اذا اردنا ان نجتمع ونجمع المتفرق فعلينا به هذه القاعدة الذهبية، قال عليكم به سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. اللي ينتهج المنهج ده خلاص هيجتمع، إنما لو الناس مصرين على البعد عن هذا المنهج فلن نجتمع معهم أبدا. والواجب في علاج هذه الفرقة شدة التمسك بالسنة والحذر من البدع، لأنها ضلالات تؤدي إلى النار والعياذ بالله. وهذه هي القاعدة النبوية الذهبية في مواجهة الاختلاف، وهي عقيدة أهل السنة، هي دي القاعدة الذهبية الحقيقية. إنما القاعدة الذهبية عند بعض الاتجاهات الإسلامية، وهي يعني يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون على ما اتفقنا فيه، هذه قاعدة غير ذهبية أبدا، بل هذه القاعدة في الحقيقة ترسخ له الخروج على منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ هنلتقي مع أي حد. لماذا؟ لأنه نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: وهي عقيدة أهل السنة في التمسك بالسنة على طريقة السلف رضوان الله عليهم. وليس العلاج كما يتوهم البعض هو التوسط بين أهل السنة وأهل البدعة ومحاولة التوفيق بين الأقوال المتناقضة والمذاهب المتباينة، المتباينة يعني المختلفة، أو سكوت كل فريق عن الآخر مثل محاولات التقريب بين السنة والشيعة. يعني إحنا نسكت عليكم وانتوا تسكتوا علينا، ومحدش يشتم بعض ومحدش يتكلم على بعض ولا يعيب بعض. ده مذهب أو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده منهج في الحقيقة قريش في يوم من الأيام لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعبد ربنا عاما ونعبد ربك عاما، أو تسكت عن آلهتنا ونسكت عنك. إن إحنا اسكت ما تتكلمش عن اللي إحنا فيه، وإحنا مش هنتكلم عليك ولا هنكلمك. ده نوع من التقريب، ده نوع من الإيه؟ التقريب. فأنزل الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. قال: مثل محاولات التقريب بين السنة والشيعة والزعم بأن خلافهم خلاف سياسي مضى زمنه ومقتضياته والسكوت عنه أولى. وده منهج في الحقيقة، يعني كما أشار الشيخ في الهامش، بتنتهج جماعة الإخوان المسلمين منذ أن تأسست أصلا، منذ أن تأسست أصلا، وهي مسألة التقريب مع الشيعة. هم يسمون التقريب في الحقيقة، وهذه في الحقيقة ده يعني عبارة يعني للترويج. وحقيقة الأمر أن الشيعة لا تتنازل أبدا عن شيء، وحقيقة التقريب في الحقيقة هو تقريب السنة للشيعة، أن يقربوا السني للشيعي. إنما الشيعي يقترب من السنة؟ لا، ده عقيدته. نعم، أنا هقرأ مع يعني الهامش هذا. قال: هذا منهج جماعة الإخوان، وأحد أهم الاختلافات بين الإخوان والسلفيين هي هذه المسألة، أنهم يرون دائما التوسط بين السلفية والصوفية، وبين عقيدة أهل السنة وعقيدة الخلف، وبين السنة وبين الشيعة في كل المسائل، حتى بين الإسلام والعلمانية يحاولون التوسط بقبول الشعارات الجاهلية على الأقل كالديمقراطية والحرية والمساواة. وهذه الشعارات هي أساس العلمانية، وينادى بها كشعارات إسلامية أو يطالب بها الإسلاميون. وإنك تجد هذه الشعارات من أخطر الشعارات المنحرفة التي تؤدي إلى انحراف المنهج بالفعل وقبول المنكرات التي تتضمنها هذه الشعارات. ولذلك لا تعجب
أن تجد من يخرج من رموز الجماعة من يقف ويقول أنه عرض قانون السقوق الإسلامية على هيئة كبار العلماء هذا نوع من الترسيخ للدولة الدينية، والشعب هو الذي يشرع أحكامه وله هو أن يضع الأحكام ونحو ذلك وغيره وغيره من مثل هذه العبارات. وقد يظن البعض أن هذا مقصود السلف في قولهم بالإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، وهذا باطل بلا شك. يعني إنه بعض الناس ممكن يتوهم إنه العبارة دي تجعله يحتج بها في منهجه هذا الفاسد اللي هو التقريب يعني بين السنة والشيعة، بين السنة والصوفية، بين السنة والعلمانية، بين وبين وبين. فممكن يتوهم أن قول العلماء في العقائد يقول أن من عقيدتنا الإمساك عما شجر بين الصحابة، أن احنا بنسكت عما شجر بين الصحابة، فممكن يقول لك أهو نسكت عما بيننا وبين هؤلاء من خلاف. هذا جهل بيانه. قال: وقد يظن البعض أن هذا مقصود السلف في قولهم بالإمساك عما شجر بين الصحابة من خلاف، وهذا باطل بلا شك. فإن الإمساك المقصود عند السلف هو عن وقائع الفتنة وتفاصيلها. الإمساك عن إيه؟ عن منهج ولا عن حوادث حصلت؟ حوادث. إنما منهج الصحابة رضي الله عنهم ما هو منهج واحد، لكن الحوادث التي حصلت نظرا لأن الذين ينقلون هذه الحوادث في كتبهم كثير من هذه الحوادث لم تنقل بطريقة صحيحة، فمنها ما هو غير صحيح. ولذلك فالإمساك هو منهج أهل السنة. لا نتحدث في هذا ولا نقول فلان قال فلان وعلان، كما تجد في بعض الكتب وفي بعض كتب السنة موجود في الحقيقة كالبداية والنهاية. البداية والنهاية في كثير من هذه الأقوال في الحقيقة الفاسدة، وإن كان يعني كثير رحمه الله تعالى بينوه على كثير منها، لكن في كثير أيضا من هذه النقول موجود، إنه دخل فلان على فلان وضربه وشتم وكذا وكذا وقال فلان لفلان كذا. كل هذه في الحقيقة أكثرها مرويات مروية بلا أسانيد أو نحو ذلك. ولذلك حتى ولو صدقت هذه الأخبار فإن من حقهم رضي الله عنهم عنا أن نمسك عن ذلك. لماذا؟ حتى يظل هؤلاء في نفوس المسلمين لهم المكانة والقدوة وكذا، حتى لو صدقت هذه الأخبار، مع أننا يعني نعتذر عنهم رضي الله عنهم ونظن أن بعض الأخبار التي يعني تنسب إلى بعضهم في الغالب هذه الأخبار التي تزري جدا بالإنسان لا تثبت في حقهم. ما حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا باطل لا يجوز طبعا. يعني أنا أذكر من ضمن المواضيع في واحد اسمه طارق السويدان، يعني كويتي حاجة زي كده، كان من سنوات كده كان هو بيتكلم في السيرة ونحو ذلك، فبدأ تنزل شرايطه في مصر هنا ونحو ذلك، وبدأ هو يعني اتجاهه إخواني في الحقيقة، وبدأ يعمل في السيرة وحاجات كده، وبعدين راح عامل شرايط سماها الفتنة الكبرى، وبدأ يتكلم في الفتنة التي كانت بين الصحابة. فكان بيان من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جزاهم الله خير الجزاء في هذا الوقت أن منعوا دخول هذه الشرائط المملكة، ونصحوا المسلمين بعدم السماع لها، وفي الحقيقة اختفت والحمد لله يعني هذه الشرائط. هذا جهل في الحقيقة. لماذا؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة. أنت تقعد تنقلي أخبار بقى ما احناش عارفين جايبها منين، زي حاطب بليل عمال تلملم من الكتب، وتيجي تقول لي فلان وقف لفلان وشتم وقال له وعمل لي وسوي لي ونحو ذلك، ويطلع بقى طه حسين يقول لك بص طلاب الدنيا والكواكب ومش عارف ايه ونحو ذلك. فهذا كله ناشئ عن مخالفة عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. قال: وليس عن الإقرار. يقول: فإن الإمساك المقصود عند السلف هو عن وقائع الفتنة وتفاصيلها بعد مقتل عثمان، وليس عن الإقرار بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. احنا ما بنسكتش على الإقرار ده، لا،
ده احنا بنقول دول أئمة المسلمين وخلفاء المسلمين. وإلا لو استدل بيها على ان السكوت ده يعني نسكت علشان ما نزعلش الشيعة، يبقى عشان ما نزعلش الشيعة نقول ان ابو بكر مش ايه، مش خليفة، وعمر وكذلك وعثمان. قال ويلزم كذلك الإقرار بفضل أبي بكر وعمر على علي رضي الله عنه. والمخالف في أي من المسألتين مبتدع باتفاق أهل السنة، فضلا عن المسائل الأخرى التي يبدع فيها الرافضة، فضلا عن المسائل الكفرية التي يقول بها غلاتهم، المصايب السودة اللي في كتبهم، والعياذ بالله، من نسبة أوصاف الربوبية للأئمة عندهم الاثنى عشر، يصفونهم بأوصاف لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، من علم الغيب، من الضر والنفع ونحو ذلك. قال فكيف يتصور التقارب بينهم وبين أهل السنة؟ هل فعل ذلك أحد من أهل العلم حتى يكون فيه الأسوة؟ والتاريخ يثبت دائما موقف الرافضة في صف أعداء المسلمين. سبحان الله العظيم، هاتوا التاريخ كده لغاية النهاردة، لغاية النهاردة، هاتوا مرة كده، حد يجيب مرة الشيعة نصروا أهل السنة أو نصروا حتى السنة في أي مشهد من المشاهد، أي موقف من المواقف، أو أي زمان من الأزمان. دايما كل الصراعات تجد الشيعة مع أي جهة، مع جهة أعداء المسلمين إلى يومنا هذا. العراق، من الذي أدخل الأمريكان العراق؟ الشيعة. من الذي أدخلهم الآن سوريا، أو من الذي يهدم سوريا ويدخل الآن الروس وغيرهم والصين وغيرهم؟ الشيعة. لبنان، الشيعة. إسرائيل، الشيعة تحمي إسرائيل من جهة الحدود اللبنانية وغيرها وغيرها وغيرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال والتاريخ يثبت دائما موقف الرافضة في صف أعداء المسلمين وسوء معاملاتهم لأهل السنة إذا ظهروا عليهم، وما موقفهم في تأييد التتار وفرحهم بمذابح المسلمين على أيديهم إلا مثال على ذلك. ولا يصح ولا يجوز أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف سياسي، وحين تختلف المواقف أو تتفق المصالح يمكن أن يزول الخلاف كما تفعل بعض الاتجاهات الإسلامية. يقول لك احنا خلافنا معاهم خلاف إيش؟ سياسي بس. خلاف سياسي بمعنى ان طول ما احنا يعني ما فيش اي مشاكل سياسيه بيننا خلاص، يبقى اي ما فيش مشاكل اخرى، نعوذ بالله. ده الاصل، الخلاف اللي بيننا وبينهم اصله خلاف ايش؟ خلاف عقدي. ده الخلاف السياسي ده نتيجه بس اموال. والا مثلا في ايام السادات وايام مبارك لا بارك الله فيه، كان الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف ايش؟ سياسي. لا سياسي، يعني انا اقصد كدوله، يعني الخلاف بيننا وبين الشيعة خلاف سياسي، مش كده؟ طيب في أيام الدكتور مرسي، فرغ الله عز وجل كربه وسائر المسلمين، في أيام الدكتور مرسي عمل نوع من الإيش؟ التواصل مع الشيعة، انتهى الخلاف الإيش كده؟ السياسي، مش كده؟ طيب الشيعة توقفت عن الإضرار بالمسلمين؟ أبدا. مين اللي دلوقتي في سوريا دلوقتي بيضرب وبيعين البشار المجرم الكافر؟ أليس هم حزب الله الشيعة؟ أليست هي جنود الحرس الثوري الإيراني وغيره؟ قال ولا يصح ولا يجوز أن يكون اختلافنا مع الرافضة مجرد خلاف سياسي، وحين تختلف المواقف أو تتفق المصالح يمكن أن يزول الخلاف كما تفعل بعض الاتجاهات الإسلامية وكما فعلت مع الثورة الإيرانية، بل هو اختلاف أصلي اعتقادي، ولا بد أن يعاملوا معاملة أهل البدع. وكذلك لا يتصور نصيحتهم للحركة الإسلامية والبحث عن تأييدهم ومساندتهم كما قد حاول أو يحاول البعض ذلك، فإن دورهم كان ولا يزال هو دور المخادع الخبيث الذي يريد نشر بدعته وضلاله. هو إيران بقالها كام سنة مسميه أمريكا الشيطان الأكبر؟ مش من أول الخميني ما طلع، من أول الثورة الإيرانية، وإن أمريكا دي اسمها الشيطان الأكبر. سمعتم أي نوع من النزاع الحقيقي حصل بينهم وبين أمريكا؟ أبدا.
ده كل ده إعلامي فقط، لكن الحقيقة من تحت ود وترابط ومصالح مشتركة هنا وهنا. وإلا ضرب طالبان في أفغانستان كان بمعاونة من؟ معاونة الشيعة. يعني أمريكا لما كانت في أفغانستان بتضرب طالبان السنوات اللي فاتت بمعاونة الشيعة. نعم. قال وكذلك لا يتصور نصيحتهم للحركة الإسلامية والبحث عن تأييدهم ومساندتهم كما قد حاول أو يحاول البعض ذلك، فإن دورهم كان ولا يزال هو دور المخادع الخبيث الذي يريد نشر بدعته وضلاله. وإن أعلن الشعارات الإسلامية العامة، من ضمن الشعارات تجد هي اختفت دلوقتي خلاص اتفضحوا، كانت الشعارات بتاعت إيران من أول ما ظهر الخميني وحسن نصر الله والجماعة إياهم دول، الموت لإسرائيل، مش كده؟ دلوقتي في الموت لإسرائيل؟ لا، ده إسرائيل ما فيش أي مشاكل خالص بينهم وبين إسرائيل دلوقتي خلاص. وما موقف الروافد من إذكاء نار الخلافات في الجهاد الأفغاني والتحالف مع الشيوعيين ببعيد عنا؟ هو مين اللي ضرب المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان؟ مين اللي قضى عليها أصلا؟ ما فيش دلوقتي مقاومة فلسطينية خلاص، وانطردت المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان. من الذي يعني أجرى المذابح للمقاومة الفلسطينية اللي كانت بتقاوم يعني اليهود في جنوب لبنان؟ الشيعة. قبل ما يسموا حزب الله كان اسمهم أمل، حركة أمل الشيعية. هؤلاء هم الذين قتلوا المسلمين في المخيمات بتاعت صبرة وشتيلة، مذابح، ما فعلوا شيئا لإسرائيل من هذا النوع، وفعلوا المذابح للمسلمين في جنوب لبنان، وهم الذين كانوا سببا، هم والمجرم، أبو المجرم الموجود الحالي في سوريا الأسد، هم الذين أخرجوا المقاومة الفلسطينية منين؟ من جنوب لبنان، عشان إسرائيل تبقى عايشة في أمن وأمان. وكذلك التوسط بين السلفية والصوفية فإنه أيضا مخالف للقاعدة الذهبية النبوية في التحذير من البدع والتمسك بالسنة على طريقة الخلفاء الراشدين. وليس الخلاف بين أهل السنة والصوفية هو في مجرد أمور يسيرة يعذر فيها، بل في قضايا توحيد الربوبية والإلهية والقضاء والقدر ومعاني ولاية الله والعلاقة بين الحقيقة والشريعة والاتباع ومنهج التزكية ومراتب الأولياء، فضلا عن عقائدهم الكفرية التي يتبناها أئمتهم من الحلول والاتحاد والإباحية والجبر والفناء وغير ذلك. وبرضه يقول لك نعمل تقريب مع الصوفية. وإن كنا لا نعمم الحكم على جميعهم بأنهم من أهلها، يعني في كثير من الصوفية جهال، يعني تجد كثير من يعني أقاربتنا وأهالينا في ناس يقول لك أنا رجل صوفي، لكن لو عرف الحقائق بتاعت الصوفية خصوصا الأئمة الخدامة هيتبرأ منهم. قال إلا أنهم يتأثرون بأئمتهم وإن نفوا عنهم حقيقة مذهبهم. فالعلاج الواجب في هذا السبب من أسباب الافتراق بين المسلمين هو الانتصار للسنة ومحاربة البدعة وقمعها. فالاجتماع المأمور به ليس مجرد الاجتماع ولو على أي منهج، بل على منهج واحد وطريق واحد، هو طريق أهل السنة والسلف رضوان الله عليهم. ولن يتحقق ذلك إلا بنشر العلم بالكتاب والسنة والعقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق بالتفسير السلفي السني وبالحديث الصحيح الثابت في العلوم التي هي فرض عين كالإيمان والإسلام وغيرها، والتي هي فرض كفاية، حتى تكون قضية العلم سمة أساسية لكل المنتسبين إلى الصحوة. وطلب العلم صفة ضرورية لكل الدعاة إلى الله، بل لكل مسلم ومسلمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد تظن بعض الاتجاهات الإسلامية أن الاهتمام بطلب العلم قد يضر بقضية السمع والطاعة المطلوبة لتحقق التعاون على البر والتقوى، وأن الأيسر عليه في قيادة أتباعه ألا يكون منهم من يناقش ويسأل عن الدليل ولماذا فعلنا ولماذا تركنا، فيجعل مسألة العاطفة مقدمة في التربية عنده على الفهم والعلم. المهم إن هو مع الاتجاه اللي هو ماشي فيه.
من غير علم، وإنه القيادات ترى إنه الأتباع لما يكونوا عندهم قلة علم أفضل هيريحونا، مش هيقعد بقى يجادل ويسأل ويناقش ونحو ذلك. وطالما أنا غرست في معاني السمع والطاعة، ولا سيما لو كانت فيها بيعة، خلاص هيفعل كل ما يقال له من باب هذا نصرة للدين، من باب هذا نصرة للدين. وهذا من أخطر الظن وأسوأ الظن، فإن الصحوة الإسلامية ليست بحاجة إلى جهلة يقودهم قادتهم كقطعان الماشية بلا دراية ولا معرفة، بل هذا يحرم الصحوة الإسلامية من أسباب نورها وصفائها ومن موجبات الوقاية من الانحراف، ويفرغ الدعوة الإسلامية من مضمونها مع بقاء اسمها وشكلها. وهذا من أخطر الأمور علينا جميعا، وإن كان هناك بالفعل عيب لدى كثير من طلاب العلم يتمثل في عدم الامتثال وكثرة الاعتراض وضعف التعاون على البر والتقوى، فليس ذلك بعيب في طلب العلم، بل لنقص التربية. يعني لا يمنع ان في طلاب علم وكويسين ومتعلمين، لكن عندهم بعض الآفات، فتجد يجادل في غير موضع للجدال، لكن ده مش سبب ان انا امنع العلم عن الاتباع لاجل ان اقودهم قيادة ايش؟ قيادة هادئة مش هيناقشوني ولا هيجادلوني، ولا سيما اذا كان هناك منهج السمع والطاعة والبيعة. نعم. قال: وهذا قال: فلا يصح ان نحثهم على العلم فقط، بل لا بد من ازكاء روح العمل الاسلامي الشامل في نفوس طلاب العلم، وبيان مسؤوليتهم عن امتهم، وان عاطفتهم نحو قضايا المسلمين هي في الحقيقه جزء من ايمانهم واسلامهم، وان عملهم في الدعوه المنظمه التي تهدف الى اقامه الفروض الضائعه في الامه الاسلاميه هو علامه انتفاعهم بالعلم، والا كان حجه عليهم لا لهم، وان التزامهم السمع والطاعه لمن هو اعلم منهم وامثل في قياده العمل الاسلامي لتحقيق الواجبات هو علامه على انتفاء الكبر المذموم والحسد والرياء وحب الرياسه من قلوبهم. انا لما اعلمه واربيه فالعلم هيخليه عنده بصيره، والتربيه هتخليه يفهم يعني ايه ينقاد لمن هو يقود بالعلم والشرع والدين. لكن انا اقول لاجل الا يجادلني مش هعلمه، لانه هيجادلني يبقى هيفسد علي الامر، او ياتي اخر يقول ما هو ده كده هيبقى في جدل من الاتباع، وده ناشئ عنه هينشا عنه سوء تربيه او سوء سلوك فيهم، خلاص ما نعلمهمش. هذا باطل. يتعلم الاتباع ويربى الاتباع، يبقى الاثنين العلم والايش والتربيه. فبهذا نعالج المشكلة، وليس بالإبقاء على الجهل والتحذير من طلاب العلم أو السخرية بهم، مثل من يقول أصحاب الكتب الصفراء، أو من يقول لمن يحفظ البخاري زدنا من البخاري نسخة، يعني واحد كمان هو جديد حفظ البخاري. نعم. ونحو هذه العبارات التي تحقر طلب العلم وتهون من شأنه، فلا استمرار لدعوتنا نقية صافية دون تخريج الأجيال من طلاب العلم الواعين لمنهجهم العاملين به الداعين إليه، والله المستعان. نقف على السبب الثالث من أسباب ظهور الخلاف المذموم، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.